مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذه الحلقه من برنامج انا من هناك يسعدني ان استضيف فيها من اسطنبول الكاتب والباحث الفلسطيني السوري ماجد كيالي مساء الخير استاذ ماجد والامريكي ايضا يعني حامل مور. الجنسيات والهويات الكثيره هي اقدارنا يعني هي هاي الاقدار في العالم وربما من ال يعني من المحزن انه الواحد يكون بيمتلك كل هاي الجنسيات وبيشعر بنفسه بمكان ما سجين طبعاً طبعاً. لمكان ما او لهويه صحيح. ما او لوضع ما ابدا بالقضيه الفلسطينيه يعني ما راح اقدر بلش معك الا بالقضيه الفلسطينيه وانت صاحب الخبره الطويله طبعا بهذا المجال وكاتب لابحاث مطوله ايضا عن ان كان عن الفصائل الفلسطينيه او عن القضيه وعن علاقتها بالمحيط بمحيطها هل ما تزال القضيه الفلسطينيه اليوم هي قضيه العالم الاولى يعني وسط كل هذا الجنون الذي نعيشه خليني اقول لا طبعا لا هي لم تعد القضيه الاولى على جد والاعمال العالميه ولا العربيه وهي لم تكن في اي يوم بمثابه القضيه الاولى على راس الاجنده العربيه عكس ما عكس الانطباعات التي كان يجري الترويج لها عن عمد من قبل الانظمه العربيه في الواقع كانت القضيه الفلسطينيه مجرد غطاء للانظمه العربيه للاسف كانت مجرد يعني دعايه للاستهلاك من بعض الانظمه العربيه انها تريد ان تبرر شرعيتها صحيح. او تريد ان تبرر وجودها وكانت هي وسيله من وسائل الابتزاز لانظمه عربيه اخرى بمعنى انه اذا نحكي عن النظام السوري، النظام السوري كان يستخدم القضيه الفلسطينيه لابتزاز الانظمه صحيح. اللي يعتبرها انظمه رجعيه او غير تقدميه او م. غير ثوريه الى اخره، فهي كانت وسيله تغطيه، وسيله تبرير، وسيله ابتزاز بالنسبة. بالنسبه للفلسطينيين انفسهم اذا بتقول قضيتكم لم تعد القضيه الاولى خليني اقول بيصير في زعل طبعا هلا احنا هذا جانب اخر هذا الجانب له علاقه بالعصبيه الفلسطينيه انه احنا نتوهم او الى الاسف انخلق عندنا وهم انه القضيه الفلسطينيه هي القضيه الاولى في العالم العربي وانه هي القضيه المركزيه في العالم العربي لانه الدعايه الرسميه العربيه ركزت على هذا الموضوع وركزت على نفخ الروح الفلسطينيه، لكن في المقابل يعني كان يجري اعلاء شان القضيه الفلسطينيه ولكن كان يجري حقيقه مرمطه الفلسطينيين ومرمطه القضيه الفلسطينيه انه تعتبر بس مجرد وسيله للدعاية وللاطلاع لهذه الأنظمة. هذا طبعا وعي ساذج ووعي رغم أنه هو ركب على مخيلة كثيرين من الناس في مرحلة تاريخية معينة. لكن الواقع يقول عكس ذلك نعم تماما. مع الأسف. برأيك أستاذ ماجد ما الفرق بين القضيتين خليني أقول السورية والفلسطينية. وأنت فلسطيني وسوري أيضا وعشت طبعا في مدينة حلب وفي دمشق لاحقا وتركتها بال 2012 <applause> آه، ظنا انك ستعود ربما بعد اشهر قليله، لكن هل في اوجه شبه؟ هل في اختلاف؟ هل انت مع آه المقارنه بين القضيتين ام انهما يعني آه قضيتان لا تمتان لبعضهما بصله؟ يعني اولا آه أنا كتبت عن أوجه الشبه وعن أوجه الاختلاف بين الثورتين أو بين القضيتين والثورتين والتجربتين يعني آه طبعا هناك فوارق اولا انه بالنسبه لفلسطين نحن نتحدث عن استعمار استيطاني اجلائي احلالي بمعنى انه هجر اهل الارض الاصليين واحل مكانهم مستوطنين يهود من قوميات ومن شعوب اخرى بينما احنا في القضيه السوريه نحن اذا نظام استبدادي هذا النظام لا يعترف بالشعب السوري هلا اذا بدنا نيجي على اوجه الشبه ايضا الحركه الصهيونيه اسرائيل لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني النظام بمعنى او باخر هو لا يعترف انه السوريين شعب بمعنى مواطنين هو لا يعترف بمكانة المواطنه للسوريين في بلدهم يعني هو يتعامل مع سوريا باعتبار انه هاي سوريا الاسد الى الابد باعتباره محتل يعني خلينا نقول بشكل بالضبط نعم. انه هو محتل إنه بمثابه محتل هلا الاصعب هذا مش يعني تخفيف من الواقع هذا يثقل على الواقع انه احنا نتحدث عن اسرائيل التي تتعاطى مع مواطنيها اليهود باعتبار انه هن إن قدس الاقداس وانه الحفاظ على كل نقطه دم يهودي فهي تتعامل مع الشعب الفلسطيني كدوله احتلال لكن هون عندنا في الواقع السوري النظام السوري يتعامل مع شعبه وكانه سلطه احتلال بدليل انه هو ذهب الى اقصى العنف حتى اسرائيل لم تذهب الى هذا المدى من العنف في مواجهه الفلسطينيين رغم كل العنف الوحشي والاجرامي ما الذي يجعلك على هذا القدر من آه يعني التامل المنصف والعادل والحيادي لانه شاهدنا الكثير من الاصدقاء الفلسطينيين غير قادرين على يعني اجراء هذا النقاش العادي، يعني اذا بتقول لهم النظام السوري كان اكثر فاشيه من اسرائيل، بيقولوا لك يا اخوان عم نضيع البوصله، حاجة نقارن كيف 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 تتجرأوا تقارنوا بعدد القتلى او بال... يعني شو اللي بيخليك فعلا قادر تعمل إيه هذا النقاش حتى هو هذا الكلام يعني يعود على على هؤلاء انه اسرائيل تقتل في شعب اخر او تعتقل في شعب اخر اللي هو الشعب الفلسطيني لكنها لا تفعل ذلك مع شعبها مع اليهود الاسرائيليين في حين ان النظام السوري يفعل ذلك مع شعبه وهي هي المشكله انه احنا في سوريا يعني عم نحكي غير انه النظام استخدم أقصى العنف في مواجهة السورية يعني براميل متفجرة، يعني هذا شيء مدهش فعلاً إنه نظام يقوم برمي براميل متفجرة على أحياء شعبية، بمعنى إنه يعني يتحول البني صحيح. آدم إلى نوع من غبار أو حجارة ما عاد انحكى بالبراميل المتفجرة، الأنقر. صارت أمر واقع يعني وكأنه نوع من أنواع الأسلحة هي هي العادية. كأنه يعني. النظام. طول أربعين او خمسين سنه من حكمه ما كان ينتج او ما كان عنده انتاج غير براميل متفجره وانه اجت اللحظه التي يلقي بها على شعبه بالبراميل المتفجره، جانب اخر الذي يدلل انه قوه احتلال او قوه غريبه عن الشعب السوري هو استدعائه للاجنبي، يعني هو استدعى ايران واستدعى الميليشيات ويتحدث عن السياده تشتغل الوطنيه كأذرع اقليميه لايران حزب الله، الفاطميون، زينبيون كل الميليشيات الشيعيه من بنجلاديش من عفوا افغانستان، من العراق الى اخره الى سوريا، هم. ايضا استدعى الروس يعني عندما فشلت ايران في ان تؤمن استقرار للنظام او الحمايه برأيك أو هي وهذا. فشلت استدعى لذلك استدعى الروس طبعا طبعا هو بشكل او باخر يعني كل الميليشيات الايرانيه اللي استغلت لا شك انه هي لعبت دور كبير في الدفاع عن النظام والحفاظ على مواقع معينه للنظام الا انها لم تستطع ان تنقل من هذا الجانب المعادله الى الغلبه ان تتغلب على قوى الثوره السوريه او على فصائل المعارضه السورية المسلحة لذلك تم استدعاء روسيا نعم. للتدخل في الموضوع نعم أستاذ ماجد قبل أن أكمل بالقضية الفلسطينية طبعا اليوم وأنت لأنه هلأ ذكرت تحدثت عن إيران وروسيا بحب أسمع رأيك اليوم يحكى عن أن الحرب في سوريا اليوم هي بين إيران وروسيا هل توافق على هذا الشيء؟ يعني النظام استدعى طبعا روسيا لكنه اليوم غير راض على وجودها خاصة أن روسيا ربما لم تعد تشترط وجود شخص يعني بشار الاسد من يشترط وجودهم هم الايرانيون يعني هل اليوم نحن انتقلنا من صراع آآ سني آآ شيعي آآ في المنطقه الى صراع روسي ايراني صراع قوى في سوريا. يعني في هذا الجانب ولكن مش لهي الدرجه يعني لسه الامور لم تصل الى هذا المستوى، هلا احنا في مرحله اولى انه تم استدعاء الروسي من اجل حمايه النظام والدفاع عنه وكسر المعارضه المسلحه السوريه، هلا استطاعت روسيا بالضربات الجويه اللي عملتها ان تشكل هذا الفارق، ان تصنع هذا الفارق وان تحمي النظام واخرها كان معركه حلب في هذا الموضوع، ولكن الامور لا تبقى على ما هي عليه يعني دائما دائما في تناقضات داخل حتى الاطراف اللي يعني ممكن تكون متقاربه تنمو بينها اطراف، هلا طول الفترة الماضية كانت إيران تشتغل على أنها صاحبة الورقة السورية أو صاحبة القرار بتقرير مصير سوريا هيك كانت تعتقد وأن أمبراطوريتها وهي تصريحات قادة قادة إيرانيين قالوا عن الأمبراطورية تبعهم اللي تمتد للبحر الأبيض المتوسط يعني عراق إيران العراق سوريا لبنان إلى آخره لكن بالتدخل الروسي نشأ واقع جديد أن روسيا اليوم هي صاحبه القرار الاول في سوريا هذا لا يعني ان ايران انتهت او ازيحت ولكن هنا نشا التنافس الايراني الروسي في الورقه السوريه، ومن هون بلشت التباينات او التناقضات، نعم. هلا لوين بوصلوا هذا خاضع للظروف القادمه. نعم، اعود الى موضوعنا، كنا عم نحكي عن رده فعل الفلسطينيين حول ما يجري في سوريا او معظم الفلسطينيين او كثير من الفلسطينيين مشان ما نعمم، لكن ايضا برايك هناك ميل اليوم فعلا لدى بعض الفلسطينيين او كثير منهم ولدى بعض اللبنانيين او كثير منهم باعطاء الدروس انه لسه ما شفتوا شيء. يعني ان كان اللبنانيين بيقولوا لسه ما شفتوا شيء من يلي شفناه خلال الحرب الاهليه والفلسطينيين بيقولوا للسوريين لسا ما شفتوا شيء من هذا النزوح والشتات والى اخره وفي انكار تام لدى الطرفين يلي عم بيعطوا دروس بانه اللبنانيين والفلسطينيين الفلسطينيين بانه النظام هو اللي عم يقتل شعبه لا حرب اهليه كما جرى في لبنان ولا عدو خارجي كما حدث في فلسطين يعني فما عتب بالتالي على الغرب يعني برايك شو يعني من وين بيجي هذا التجاهل؟ هذا الانكار التام؟ فعلا هو يعني في شيء انكار لما يتعرض له الشعب السوري، عندنا مشكلة كبيرة في مشكلة اخلاقية في هذا الموضوع. أولاً أنا رأيي إنه قضايا الحرية لا تتجزأ، يعني إنه إذا بدي أحكي بدي حرية للشعب الفلسطيني، أنا كمان بدي أكون مع حرية الشعب السوري. نعم. نحن عم نحكي عن شعب يعيش في ظل نظام يعتبر إنه هذا البلد هو ملكه، الاقتصاد ملكه. صحيح. الاراضي ملكه، التجاره ملكه، هو ماسك موارد البلد، هو اللي بيقرر مين يعيش ومين ما يعيش في هذا البلد، هو اللي بيقرر انه هذا بتطبق عليه القانون هذا ما بتطبق عليه القانون الى اخره، احنا في نظام استبدادي شمولي من كل النواحي يعني في كل المجالات. لا يوجد شيء اسمه دوله او جمهوريه صحيح. يعني، لا يوجد فصل للسلطات، لا يوجد اي شيء له علاقه بالمواطنه. هلا هل لا يجوز انكار انه الشعب السوري عاش طول هذه الفتره في ظل جحيم يعني بكل معنى الكلمه، اليوم إذا بدنا نيجي نعمل مقارنة لا شك إنه كل الحروب فيها جرائم، فيها شيء وحشي، وفيها كوارث، <applause> الفلسطينيين تعرضوا لكارثة بـ 48 صحيح. أكيد صار في هجرة بالتأكيد. حوالي مليون فلسطيني تم تهجيره من أرضه، اقتلاعه من أرضه، أيضا الشعب اللبناني تعرض لكن شعوب المنطقة لم تنكر عليهم التضحيات التي قدموها بالضبط، لكن أنا رأيي، رأيي يعني أنا كفلسطيني سوري بحكي هون أو كواحد عاش يعني هاي التجربة أنا أعتقد أن من ما تعرض له السوريون لم يتعرض له شعب إطلاقا في المنطقة يعني هاي المأساة السورية أو الكارثة السورية هي تتجاوز المأساة الفلسطينية بعشرات المرات يعني كل مأساة هي مأساة في حالها وكل قضية إنسانية قضية إنسانية بحالة. لكن لا يجوز أن توضع قضية مقابل قضية لكن من ناحية موضوعية يجب أن نقول أن هذا البلد حوالي اكثر من 50 60% منه باتوا لاجئين، إحنا عم نتحدث عن 8 ملايين صحيح. 10 ملايين 12 مليون صاروا لاجئين داخل البلد وخارج البلد اقتلعوا من بيوتهم من اراضيهم، إحنا عم نتحدث عن مئات الوف اللي قتلوا بالمدفعيه وبالدبابات وبالبراميل المتفجره وبالصواريخ الفراغيه وبالصواريخ الارتجاجيه، نتحدث عن عشرات الوف المعتقلين او اللي ماتوا تحت التعذيب، يعني هي كارثه انسانيه لا مثيل لها، الشعب اللبناني ما تعرض لهيك له الفلسطينيين ما تعرضوا لهذا الشكل من العنف صحيح. يعني احنا شفنا انه في فلسطينيين بقيوا في فلسطين حوالي 120 صحيح. الف صحيح وطبعا اليوم هن 200 الف نعم مع التذكير انه طبعا العنف نسبي وكل هذه الامور هي امور نسبيه، لكن انت بتوافق اذا بدايه الحلقه حكينا انه الانظمه العربيه والنظام السوري خاصه على فكره جعل من فلسطين قضيته الاولى ليحرم صحيح. شعبه من امتلاك قضيه من ان يكون لديه قضيه يعني انه الشعب السوري عاش لسنوات طويله محروم من بديهيات ال الحياة الكريمة بحجة القضية الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، ماذا عن الفلسطينيين السوريين خليني أقول الفلسطينيين اللي عاشوا في سوريا واللي مواقف كتار منهم بدوا يعني بدوا قضيتهم الأم عن قضية البلد اللي عاشوا فيه واللي ولدوا فيه. يعني أنا رأيي في في الموقف الفلسطيني اذا بدنا نحكي عن موقف الفلسطيني السوريين من القضيه السوريه او من الثوره لا. السوريه انا رايي ما حدث في من تباينات في هذا الموقف هو نتيجه عده شغلات اول شيء نتيجه افول الحركه الوطنيه الفلسطينيه الحركة الوطنية الفلسطينية في بداياتها حركة التحرر الفلسطينية كانت هي دعوة لاستنهاض المجتمعات العربية للثورة في البلدان العربية لتغيير الواقع في البلدان العربية لكن اليوم بعد خمسين سنة من انطلاقة الثورة الفلسطينية والإحباطات والمآلات التي آلت إليها نحن نعيش فترة تفسخ الحركة الوطنية الفلسطينية تفسخ الحركة الوطنية الفلسطينية عكس حاله على وعي الفلسطينيين على خطابات الفلسطينيين انه يعني صار في خيبات امال وصار في هذا وايضا صار في واقع من وعي مزيف صحيح. هذا الوعي المزيف بتمثله الفصائل الفلسطينية اليوم الموجودة واللي عدد كبير منها إله على مع النظام السوري عدد كبير او كلها توحدت يعني هل يعقل انه اليوم الفصائل الفلسطينية لم تتوحد لم تتحد بما يخص فلسطين والقضية الفلسطينية اي والموقف طبعاً. ضد اسرائيل اليوم هي هلا, متوحدة هلأ مع بشار ايه الاسد هلا هذا عامل العامل الثاني له علاقه بالايديولوجيات السائده في العالم العربي م. يعني لما واحد يجي يحكي عن اليسار والعلمانيه والقوميه والى اخره وهو ينحاز النظام السوري طب هذا النظام له يساري وله علماني وله وله قومي يعني يعني في الحقيقة أنه صارت عندنا الأيديولوجيات عبارة عن هويات أو مثل أديان أرضية وهذا في الوعي أنه هذا نظام بقول عن حاله يا إذا أنا معه لأنه نظام يثاري بس أنا في حينه لا أكون يثاري حقا أو بمعنى الكلمة لأنه كلمة يثاري أو علماني أو ديمقراطي أو قومي هي الى تمثلات في الممارسه هي مش مجرد هويه او م. هذا هذا جانب ثاني هلا جانب ثالث انه في مشكله في الثوره السوريه انه هي لم تستطع ان تعبر عن ذاتها في كيانات م. واضحه نعم. كيانات سياسيه صحيح. يعني هذا له علاقه بالعامل الذاتي هلا جمله هالشغلات وراح نحكي طبعا عن المعارضه جملة هالشغلات مشوش على وعي الفلسطينيين مثل ما هي شوشت على وعي السوريين وبالتالي بيكون في تباينات بالمواقف نعم. لكن للاستفاده استاذ ماجد من الـ تجربتك القضيه الفلسطينيه اذا بدك هل هي كارثه ام امر مفيد انه يتحول شعب باكمله الى قضيه وليس الى شعب الشعب السوري الشعب الفلسطيني صار قضيه يعني لم يعد ما حدا بيحكي عن فلسطينيين كشعب بيحكوا عنهم كقضيه طبعا هي هي المشكله القاصرة يعني هذا اللي انا قلت عنه قبل شوي انه يجري استعمال القضايا يعني لغايات استعماليه م. للتبرير للتغطيه م. انه انا بدي ابرر مثلا حجب الحقوق عن الشعب السوري مثلا كنظام م. سوري او اي نظام اخر بدي ابرر حجب الحريه حجب الديمقراطيه حجب انه ليش ما في عندي تنميه في البلد انه ما عندي تنميه لانه 90% او 50% او 40% بروح للمجهود الحربي عمليا تبين انه هذا المجهود الحربي مش في مواجهه اسرائيل صح. يعني مثلا النظام السوري كان يقول انه هو لن يواجه اسرائيل الا حتى يحقق التوازن الاستراتيجي وظلينا طول الفتره هاي انه هو بده يعمل توازن استراتيجي 40 سنه و و50 سنه واحنا هو عم بيعمل توازن استراتيجي صحيح. ويتبين لنا فيما بعد انه هو كان يحكي انه هو خايف على البلد اذا ما صار في توازن استراتيجي اسرائيل ممكن تضرب البلد وتدمر البلد صحيح. تبين لنا انه هذا النظام ما عنده مشكله يدمر البلد لا. ويتهجر كل اهل البلد وكثير يعني من الفلسطينيين يعني الفلسطين اصلا مشترك. حرموا من يمكن تصليح سقف الخيمه بطبع. لانه منافي لحق العوده يعني بطبع. فانه يتحولوا الى قضيه وايديولوجيا فقط انه هي مجرد قضيه منتاجر فيها منحكي فيها من نعم. نأخذ خاوه عليها من الانظمه الاخرى هل انتهينا اليوم اذا بدك من يعني للاسف انه القضيه الفلسطينيه اللي هي القضيه الاولى واللي هي قضيتنا الاولى كانت دائما يعني واللي اجيال باكملها ربيت على القضيه الفلسطينيه، هي القضيه ورطت ايضا شعوب المنطقه يعني وصارت المعيار لمدى وطنيتهم ولمدى ولائهم لانظمتهم يعني انه الوطن تحول ايضا الى فقط نظام والاعتقال كان يتم بحجه الخيانه العظمى وبحجه معاداه القضيه الفلسطينيه والولاء لاسرائيل، هل انتهينا من هذا الزمن زمن التخوين ونحن اليوم عم نشوف طبعا قد الثوره السوريه عم تتعرض لتخوين بسبب مشاغبات لبعض الاشخاص غير المحسوبين على المعارضه كما الزياره التي حدثت قبل اسابيع الى اسرائيل من شخصين يدع يدعون انهم هنا من المعارضه السوريه. يعني بنرجع للي انت حكيت عنه قبل شوي اللي هو تحويل القضيه الفلسطينيه الى مجرد قضيه نعم يعني هون هي المشكله في حين انه المساله مش القضايا وانما القيم او المضامين انه القضيه الفلسطينيه شو هي في جوهرها هي قضيه حريه الشعب حقوق الشعب حقوق البشر بدون يعيشوا ايضا القضيه السوريه هي بهذا بهذا المقياس لذلك انا ما مع الحديث عن انه في قضيه اولى وقضيه ثانيه لانه الفلسطينيين بالنسبه للفلسطينيين اكيد قضيتهم الاولى انه يرجعوا لبلدهم حق العوده انه النظام الصهيوني يعني الاستعماري العنصري انه زوال هذا الكيان الاستعماري والعنصري الى اخره لكن السوريين عندهم قضيه كمان نعم. قضيتهم كمواطنين شو اللي نحكي عن العنف استاذ ماجد شو اللي بيخلي العنف كان مبرر <applause> لدى يعني الكفاح المسلح والعمل المسلح الفلسطيني، كان مبرر من اختطاف الطائرات الى الى كثير اعمال اخرى، اليوم مستهجنه عندما يقوم فيها سوريون. شو اللي اختلف؟ يعني اذا شخص علماني خطف طائره، شو بيختلف عن شخص اسلامي خطف طائره، يعني لا هو عمليا خطف الطائرات اجمالا يعني انا على كلن اللي وجهه نظر فيها بس <applause> حتى في وجهه نظر فلسطينيه هي بتخطئ خطف الطيران وهي الاعمال الفرديه اللي ممكن توصم بالارهاب واللي هي اضرت الفلسطينيين وأضرت لا. القضية الفلسطينية حتى في حينه يعني. لكن مقدسين هن يعني حتى أولاد الشهداء أو أولاد الخاطفين يعني هن بمكان من القداسة أصلاً ايه واحتضنوا من السلطة في وعي شعبي الفلسطينية. يعني هذا يرتكز على وعي شعبي يقدس العمليات الثائرية أو الثائر أو ردة الفعل إنه لازم في هذا فيه هذا بالضبط هذا التبرير هذا التبرير ليش ما موجود بسوريا؟ ليه ما حصل بسوريا؟ شو الفرق؟ لا هو أحياناً موجود هلا مش موجود في في مجتمعات برا نتيجة موقفها من الثورة السورية يعني هاي ما لها علاقة في الأعمال لأنه اللي ببرر للنظام ما يقوم به من ذبح وتهجير وقصف وقتل إلى آخره ما بحق له يحكي عن صحيح. عن هيك أعمال لأنه المسألة هون إذا إلى علاقة مع النظام أو ضد النظام أو ضد تبرر ضد. النظام لا. أو لا تبرر صحيح. النظام لكن عمليا هاي الأعمال هي اعمال غير مقبوله يعني اول شيء غير مقبوله من ناحيه اخلاقيه انه انت ما بيجوز تاخذ الابرياء هذا او انه تقتل مدنيين وتعمل ابضاء يعني هذا كلام غير صحيح وثانيا هي اعمال اضرت بالفلسطينيين واضرت بالقضيه الفلسطينيه يعني انه لا لم لم ما بتفيد لانه انت في صراع مع اسرائيل صراع من هذا النوع يعني عمليات من هذا النوع ما ما, ما, ما بتغير الواقع لا بتغير معادلات موازين القوى ولا بتغير في الواقع نعم. شيء وهذا ما ثبت بالتجربه نعم استاذ ماجد سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا ابقوا معنا أنا من هنا. أنا من هنا اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام واهلا بضيفي الكاتب والباحث الفلسطيني ماجد كيالي استاذ ماجد تحدثت في مقال مهم بالحقيقه عن مسيره التيارات السياسيه في المنطقه خلال العقود السبعه الماضيه الوحده والاشتراكيه والتقدم والتحرير والصراع العربي الاسرائيلي ماذا انتجت تلك التيارات يعني انا قرات المقال لكن لا نستفيد من هي الافكار انا رايي انه التيارات السياسيه العربيه كونها تحولت الى تيارات ايديولوجيه او بمعنى اخر تيارات هوياتيه بمعنى انها لا تشتغل في الواقع السياسي بقدر ما تشتغل في الايديولوجيا والهويات للاسف باءت بالفشل او احنا امام اخفاقات للتيارات السياسيه او والايديولوجيه العربيه احنا يمكن ممكن نتحدث عن الاخفاق الاول كان التيار القومي اللي هو جسد بعدين في نظام حزب البعث في سوريا وفي العراق وفي ليبيا انه هاي الانظمه القوميه شفنا وين اخذت الحركات القوميه او ايديولوجيا الحركه انه احنا بلدين قوميين وحتى حزب واحد حزب بعث في بلدين كان اكثر عداء في العالم العربي هو بين نظام بعث العراق ونظام بعث سوريا هلا الحركه اليساريه ايضا تاكلت وذهبت للافول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اذا هي كانت عايشة على وجود الاتحاد السوفيتي. جينا اليوم على التيارات الاسلامية اذا احنا بدنا نناقش الوضع والكلام عم بنحكى عن صعود التيارات الاسلامية وعن ربيع اسلامي اذا بهاي التيارات الاسلامية ايضا تذهب الى الـ 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 يعني الى نهاياتها يعني مثل التيار القومي مثل لانه وجدنا انفسنا امام تيارات اسلامية عديدة بطلنا نعرف كل طرف كل تيار اسلامي يعتبر انه هو الطرف الذي يمثل الاسلام كل طرف يعتقد انه هو اللي بيمثل السنه في العالم الاسلامي كل طرف يعتقد انه هو اللي بيمثل المسلمين بس هذا بسبب وجوب بسبب غياب هاي التيارات اذا بدك او بسبب انه هاي التيارات لم تحصل اي نتيجه يعني لا ما, ما, انا جاي جاي على هذا الموضوع فاحنا وصلنا لدرجه انه حتى اسلاميين بقتلوا اسلاميين يعني انه الحركات الاسلاميه اليوم لم تواجه لم تواجه من علمانيين او من يساريين بقدر ما واجهت من اسلاميين يعني حركات اسلاميه قاتلت بعضها و قتلت في بعضها مثل ما شاهدنا في الساحة السورية يعني عمليا ما في فصيل إلا تآتل مع فصيل إسلامي آخر. شو السبب؟ إنه السبب أنه هاي مثل ما حكيت قبل شوي أنه هاي التيارات اشتغلت في الأيديولوجيا واشتغلت في الهوية أكثر ما اشتغلت في مواجهة الواقع السياسي بمعنى أنه هي لم تفكر بحقوق ما اشتغلت طبعا بالمجتمع المدني ايه ولا لم تفكر بالمواطنة لم تفكر بالتنمية نعم لم تفكر طب بحقوق الإنسان طب لم تفكر على, الرغم على الرغم من عدم إنتاجها لأي شيء وعلى الرغم من فشلها الذريع اذا بدك، في اصرار لدى المنتسبين لتلك التيارات والمدافعين عنها حتى اليوم للحديث عن حنين الى الزمن الجميل انه زمن فعاليه تلك التيارات كان زمنا جميلا وفي عندهم خيبه امل ايضا فظيعه من الجيل الجديد ومن ليه من وين جاية؟ طب ما انتم شو حصلتوا بالاخير هو لابد اللي بده يضل هيك ناس عايشين على هاي الطوبويات انه احنا كان في عندنا زمن قومي جميل زمن عبد الناصر لكن زمن عبد الناصر مع كل التقدير لهي الشخصيه اللي ظهرت في فتره معينه الا انه يعني كانت نتيجه السادات انه احنا رحنا عند السادات وعند مبارك ليش لانه جوهر المساله هو القياده الفرديه انه احنا كنا امام زعيم فرد هذا الزعيم قضى على المؤسسات قضى على بنية الدولة على مؤسسات الدولة لم يستطع أن يبني حكم ممكن يكون في حكم يعني يمثل الشعب أو يعبر عن الشعب حقوق المواطنة ما كانت واضحة إلى آخره يعني هذا كان نظام ديماغوجي حكى بالقومية العربية وبالتالي شحن يعني نفوس الجماهير العربية بهذه الشحنة القومية والعز القومية وإلى آخره لكن هذا ما له شيء هذا لا له علاقة بالتنمية ما له علاقة بحقوق المواطن ايضا التيارات الاخرى حكت عن نظريه اشتراكيه وعن شيوعيه وعن انه كل الناس هذا ولكنها لم تتصدى مسألة السلطه يعني احنا مثلا في سوريا الاحزاب الشيوعيه كلها لم يكن لها اي علاقه في موضوع السلطه او انه هي استغلت مجرد تابع او مجرد ذيل لحزب البعث العربي الاشتراكي نعم متوهمه انه هي انه بإنه هي حزب شيوعي وليس هي حزب كانت البعث نعم تدافع عن نظام نعم انت رديت مشكله التيارات او قلت انه مشكلتها انه بتطرح قضايا كبرى خلينا نقول انها كانت بعيده عن الشارع تماما يعني غير مهتمه وغير معنيه لا بقضايا المواطنه ولا المجتمع المدني ومتعاليه اصلا بعض الشيء يعني ليس فقط بعيده هل هذا هو برأيك سبب اليوم بفشل أي تيار سياسي بالمعارضة التقليدية السورية. طبعاً إنه إحنا في استحصال نتائج. ما طبعاً إحنا عم نحكي عن واقع لم تبنى فيه حركات سياسية بمعنى الكلمة. احنا انبنت حركات ايديولوجيه ذات طابع ايديولوجي لكن لم تبنى حركات سياسيه بمعنى انه هي عايشه قضايا المواطن وتتصدى لقضايا المواطنه وحقوق المواطنه ما عشنا هاي الحقبه ابدا على الاطلاق يعني لذلك ضلينا احنا عايشين بالقضايا يعني هاي القضايا ما لها يعني مثل ما بيقولوا المثل العربي انه الحكي ما عليه جمرق انه انت احكي بقضيه فلسطين قد ما بدك احكي بالوحدة العربية قد ما بدك، احكي بالاشتراكية قد ما بدك، وهو حزب البعث شعاره مم. مم. وحدة حرية اشتراكية، ولكن وين الوحدة وين الحرية, الحرية وين يعني لننصف كمان الجيل مو جيل البعثيين بس جيل التيارات السياسيه اللي عم تحكي عنه هو بالعموم جيل مثقف وقارئ ومطلع وكان في صلات بين هي الاجيال بالوطن العربي عموما ببلدان عربيه مختلفه ومع ذلك طبعا فشلت هذا الفشل الكبير، هل بتوافق ايضا على فكره انه اليوم جيل الثوره اللي هو منفلت من أي عقيدة وأي إيديولوجيا وهو جيل ما لحق لسا يكتسب هاي الثقافة الفكرية كان أقدر على مواجهة النظام على الأرض خليني أقول شو اللي إيه بيخليه اقدر؟ انا انا بعتقد انه يعني انا عندي وجهه نظر في تحديدا بناء على الحراك السوري والمصري والتونسي والحركات اللي صارت بس عم نحكي بالحراك السوري لانه صار حراك إيه طبعاً مسلح في طبعاً الفصائل مفهوم وفي فصائل وفي وانت حكيت قبل اللقاء عن جنيف هلا بنحكي كمان انه عكس ما بنحكى ما بنحكى انه احنا امام جيل لا مبالي لا احنا امام جيل مدهش في في قطاع لا مبالي مثل ما قبل كان في قطاعات لا مباليه واللي احنا شفناه هن الزبدة اللي اشتغلت في العمل السياسي او الحزبي او الايديولوجي هذا اللي شفناه ولكن كان في قطاع قطاعات ايضا لا مباليه في المراحل الماضيه اليوم احنا في هذا الزمان في قطاعات لا مباليه ولكن في جيل مدهش وجيل يقطع مع الايديولوجيات ومع الحالات الهوياتيه وبيحكي انه انا يا اخي بني ادم انا بني ادم عندي حقوق انا بدي المواطنه بدي الحريه بدي كرامتي بدي اكون متساوي مع غيري بدي اكون شريك بالقرار بالبلدي انه يعني احنا امام جيل اخر وهذا الجيل ممكن التعبير عنه باجيال من الشباب اللي طلعوا كتاب او بيشتغلوا كاعلاميين بالفعل احنا صرنا نشوف نوع من الكتابه الجديده اللي بتحكي عن الواقع وعن الحياه وعن انه يعني الحياه اليوميه يعني عم نشوف ماده مواد مواد حيه بكل معنى الكلمه مش مواد بتحكي عن قضايا مواد بتحكي عن بشر عن حيوات بشر طب شو اللي بيخلي شريحه خليني اقول المعارضه التقليديه انه تكون مصره حتى اليوم عن الابتعاد كلية ليس فقط عن الشارع السوري لان هي منفصله عن الشارع فعلا لكن ايضا تكون بعيده عن ما بدي اقول الثوار بس عن روح الثوره بالداخل السوري يعني هذا الاصرار على عدم اللقاء مع اي فصيل مسلح او اي فصيل اسلامي مسلح بالاخير الثوره وين عم بتدور والارض لمين أنا فهمان عليك بس أنا عندي مشكلة مع مصطلح معارضة المعارضة السورية إنه مين هي المعارضة؟ اللي بتلتقى فيهم ما أنت أيضا إيه إيه مع إيه إنو إنو إيه هدول, هدول, أفراد يعني أنا إحنا لما بنحكي عن معارضة لازم نعرف كيانات سياسية نقول عنها إنه هاي هي المعارضة هلأ طبعا في مشكلة تانية إنه نفرق بين المعارضة مهما كانت مين ما كانت وبين الثورة يعني هذا شيء وهذا التأكيد. شيء فكره الثوره شيء التأكيد. وفكره المعارضه شيء، بس انا عندما اتحدث عن المعارضه لا اجد كيانات ملموسه، كيانات متعينه هي المعارضه، يعني مثلا بدنا نيجي على الائتلاف، الائتلاف عباره عن كيان تجمع وكيان تجمع بشر انه هو هذا كيان المعارضه، بس عمليا اذا بدك تيجي تشرحي هذا الائتلاف ما بشوف فيه كيانات سياسيه واضحه المعالم، ما بتعرفي انه يعني هاي المجموعة شو بتمثل أو مين بتمثل حقيقة ما تفتقد له الثورة السورية هو غياب ما تفتقد له هو الكيانات السياسية اللي ممكن تعبر عن الشعب السوري وعن الثورة أيضاً. السورية كل شيء كل شيء م. ما في احنا اليوم في حاله فراغ هل الطائفيه كانت سبب بغياب لا عوده عوده بعض المعارضين او السياسيين او المثقفين الى طوائفهم؟ لا هو في شيء يعني ابكر من هيك انه احنا عم نحكي عن شعب عانى من غياب السياسه، السياسه كانت ممنوعه م. على السوريين يعني هلا بدون باستثناء الجبهه التقدميه او احزاب الجبهه التقدميه اللي هي احزاب شكليه وصوريه يعني ما, ما الى اي دور ولا الى اي فاعليه ولا الى اي تمثيل باستثناء هاي ما في احزاب في سوريا يعني النظام السوري نكل بكل الممهدات اللي كان ممكن تخلع احزاب او تشكيلات سياسيه سوريه نكل فيها احنا بنحكي عن سنوات السته الماضيه ما كافية لاكتساب بعض الخبره آه. السياسيه هلا بنيجي هلا اول شيء طلعنا من الحرمان من السياسه جينا للحاله الثوريه اللي هي حاله انفجار نعم. انه صار هذا الانفجار الثوري فيها لما صار هذا الانفجار الثوري كان هذا ممكن يكون المفجر او العامل اللي يخلي او يسمح بتشكيل حالات سياسيه او تشكيلات سياسيه الا انه الامر لم يترك للسوريين لانه جرى في رايي جرى التلاعب بالثوره السوريه، الثوره السوريه اكثر ثوره تعرضت للتلاعب والعبث فيها وهذا العبث او التلاعب احنا بنحكي عن تدخل خارجي لصالح النظام روسيا وايران تدخلوا لصالح النظام ولكن معسكر ما يسمى اصدقاء سوريا ايضا عبث في الثورة السورية وتلاعب بها وحاول او عمل على خلق تشكيلات سياسية ليس لها علاقة بالواقع السوري وانما يعني هو دعم ونمى ويعني اوجد تشكيلات سياسية تشتغل على مقاس هذه الدولة او تلك الدولة لذلك هدول اللي كانوا يتلقوا الدعم حاله او هي وجود هاي التشكيلات حاله دون قيام واقع سياسي سليم يسمح بوجود تشكيلات سياسيه سوريه لا. بمعنى الكلمه استاذ ماجد بالمقال نفسه بتقول هكذا جاء الربيع العربي يتيما ومفاجئا وخاليا من السياسه تقريبا وعلى شكل انفجار اطاح كل شيء المفهومات والأحزاب والسياسات والمجتمعات والأنظمة والدول كيف يمكن لحراك خال من السياسة ومفاجئ إلى هذه الدرجة ويتيم أن يطيح فعلا بهذه المنظومة الفكرية أو العقلية خليني أقول اللي هي أصعب بكثير طبعا من يعني النظام السوري سقط سقط كعقلية وأهم شيء إنه حزب البعث أيضا اختفى عن الوجود يعني الباقي تفاصيل بالتأكيد يعني لن نعود مم. إلى, إلى الوراء بس شو اللي بيخلي فعلا هذا الشيء المفاجئ والجيل غير المسيس إنه يكون قادر يطيح بالأنظمة بالوقت يلي 40 سنة أو أكثر عجزت في الأجيال الأخرى المسيسة عن القيام بثورة انا قصدي هون في هذا الكلام انه الثورات العربيه فاجات الجميع، يعني هي كلمه الثوره هي تعبير عن مفاجاه، انه في شيء ضغط فجأة ما بتعرفي امتى بنفجر انفجر هذا ال... هذا الضغط هي انفجرت الانفجار دائما لا يمكن انه تعملي له هندسه معينه او تتحكمي بنتائجه يعني انت بتنجر الضغط بالمطبخ بدها تطرطش هذا الحيط او هذا الحيط ما بتعرفي انه وين فصار انفجار مفاجئ هي الثوره هي معناها انفجار الناحيه الثانيه انه هذا الانفجار اللي قصدي من انه اطاح بالقوى السياسيه او التيارات السياسيه انه كشفها على حقيقتها إنه مين فعلاً مع المواطنين ومين فعلاً مع السلطة؟ كيف تموضعت التيارات السياسية هاي إحنا شفنا إنه كثير من التيارات لأنه هي تيارات مش حقيقية، بس تيارات بس هلا لبينت التيارات أصلاً من, لا من ما بدايات بداية الثورة يعني لا من, هلأ من بدايات الثورة هلا يعني اليوم بعد منصة بيروت خلص إنه اليوم اليوم يقال إنه هي المعارضات صارت أوضح من أي وقت آخر هي من البداية يعني إحنا شفنا التيارات اليسارية الكيانات اليسارية العربية تموضعوا إلى جانب النظام السوري من البدايات صحيح بس هناك من كان معارضا اليوم بده يرجع إلى حضن الوطن يعني لا أنا ما ف... ما بعرف مين هاي يعني مين هاي الحالات هلا في حالات أكيد إنه في عندها يعني تراجع داخلي هذا بس هاي حالات فردية بس إحنا بنحكي عن كيانات سياسية الكيانات السياسية كانت من البداية يعني اللي اصطف مع النظام التيارات اليساريه طفت مع النظام، التيارات القوميه تعتبر نظام قومي نعم. طفت مع النظام، هذا كان من البدايات صحيح يعني هذا جرى من البدايات رغم رغم انه كانت البدايات مثلا الثوره السوريه بدايه شعبيه وسلميه نعم. وفي اعتصام بحما وفي اعتصام في في حمص وتم البطش بهذا الاعتصام وهذا الاعتصام نعم. ماذا عن العريضه اللي وقعتوها قبل فتره؟ ما هيك كان في عريضه إلى أيوة. علاقه بنقد ذاتي او ب بي... إيه هي هاي كانت ورقة أو يعني صدرت على شكل نداء بتقول أنه ما جرى طول السنوات الماضية واللي توج في حلب هو مش هزيمة الثورة السورية وإنما هو هزيمة لتصور معين أو لمسار معين أخذ الثورة السورية في اتجاهاته يعني الثورة السورية بهذا الاتجاه اللي سيطر نتيجة دعم أنظمة معينة لا. هذا الاتجاه قال أن الثورة السورية هي عبارة عن ثورة مسلحة وهي عن ثورة إسلامية وقوة إسلامية وأنه بهذا هي هي الثورة السورية لا. فأجت الورقة هاي لتقول لا هذا هذا الكلام غير ثبت إخفاقه بالتجربة يعني أهمية هاي الورقة انه في ناس كانوا يحكوا فيها من البدايات نه. يعني انا واحد من الناس من من بدايه العمل المسلح انا قلت ذهبت الثوره السوريه الى كارثه نه. انه العمل المسلح هو المربع اللي بيريح النظام نه. واللي بيطلق ايد النظام ضد الشعب صحيح. السوري واللي الشعب السوري منين بده يجيب طيب اذا بدنا نعمل ظاهره مسلحه معناتها في دول بدها تدعم الثوره المسلحه نعم. بدها تدعم ماديا وبدها تدعم بسلاح معناتها في حدا بده يدعم بسلاح وحدا بده يدعم ماديا وحدا بده يفتح بس اليوم قد يتساءل يعني السوريون في الداخل الـ طبعا عم بحكي عن شريحه المعارضين او المدنيين الموجودين في المناطق المنكوبه ما الفائده من هذه البيانات او إيه هذه الفائدة المواقف هاي الفائده طبعاً. هون انه هذا شكل من اشكال الصراع على الثقافه السياسيه في سوريا، يعني انه في ثقافه سوريه ثقافه سياسيه في سوريا في المجتمع والثوره السوريين بيقول انه الثوره السوريه هي بهذا الشكل، وانه هيك صار هيك احنا هي هي ثورتنا، هاي الورقه بتقول لا يعني هي جزء من الصراع على الثقافه السياسيه في السورية انه لا هي مش الثوره السوريه اللي انهزم هو هذا النمط هو هذا المسار هو هاي العقليات هي هاي البنى اللي بتعتمد على الخارج هو الاعتماديه على الخارج هو اللي انهزم لكن الثوره السوريه بما هي عليه كقيم وكمقاصد وكمقا... على... بال آ... اللي من اجل انطلقت الثوره السوريه في البدايات باعتبارها ثوره حريه ومواطنه وديمقراطيه لا هي الثوره ما زالت شرعيه ما زالت مشروعا ما زال يجب صحيح. ان صحيح الثوره موضوع. ما زالت شرعيه وموجوده ومستمره بالضبط. يعني آه بالتاكيد كل ما هناك مقاومه يعني هو و... و... صراع ثقافتين انه هاي الثقافه وهاي الثقافه بتقول هاي الورقه انه لا هناك ثقافه سياسيه صحيح. اخرى عند السوريين نعم. انه مو هي هي الثقافه السياسيه السوريه نعم. في ثقافه اخرى لكن هل انت مع القول الثوره مستمره لكن هل انت مع القول بانه اليوم آه ما كلنا بقى سوريين يعني اليوم هناك السوري في الداخل الذي فعلا يقاتل ويقاوم ويتعرض لكل أشكال التجويع والحصار والخوف والقلق والقصف والموت والتعذيب وإلى آخره وهناك السوري في الخارج الذي يقاوم عن طريق الفيسبوك عن طريق البيانات المقالات طبعا هذا المتاح لديه كمان نحن ما نحكي عن جلد الذات يعني <applause> بعتقد انه اكبر مشكله وقعت فيها الثورة السورية وهي من البدايات هو خروج الشعب السوري من المعادلات تم اخراج الشعب من المعادلة من بداية ما دخلت الثورة السورية لمعادلة الصراع المسلح او استدرجت لهذا المربع مربع الصراع المسلح احنا شفنا شو صار اولا النظام حاصر المناطق اللي تعتبر مناطق أو تسمى مناطق محررة لا. حاصرها وحولها إلى حقل رماية للدبابات والصواريخ والبراميل المتفجرة هذا نتج عنه تحييد هاي المناطق وتحويلها إلى عبء على الثورة ونتج عنه تشريد ملايين السوريين إذا إحنا أمام واقع أن الثورة السورية فرغت من كونها ثورة شعب يعني طارق مصطلح الثورة أنا لما أحكيه بحكيه هلا بالكلام مم. لكن هو بين مزدوجين لأنه إحنا لم نعد أمام الثورة بمعنى الكلمة إحنا اليوم في صراع بين قوى مسلحة ق... وهذا القتل اليوم يعني والتدمير وال... إيه. بالضبط والتقارير عن التعذيب في السجون وآخرها طبعا سجن سيدنا هي بالضبط. يعني م... إيه هلا المشكلة إنه الثورة السورية لأنه ما فيها عقل واحد او عقل عم مفكر انه يلاحظ انه هذا المسار اخرج الشعب السوري من المعادله مين مين ممكن يكون العقل المفكر؟ إيه هل الم... انا برجع بحكي هون عن كيانات عن مرجعيه بتعبر عنا بكيانات سياسيه، المشكله انه الثوره السوريه حرمت من هذا الموضوع وصار العقل المفكر بين مزدوجين ايضا هو الانظمه التي ترعى الثوره السوريه أو أو الناس هي على الأرض أو الناس يعني على الأرض حتى أحد تمثلاتها ما جرى في مؤتمر استانا إنه يعني في حدا بيجيب فلان وفلان هدول بيمثلوا الفصائل المعارضة و وبفاوضوا اللي فاوضها هي الدول اللي جابت فلان وفلان نعم لكن ايه اليوم يعني هذا يعني, هذا يعني من حق السوريين في الداخل إنه الكلمة تكون لهم طبعا طبعا وخصوص هذا اللي عم بيقاتل على الأرض بالضبط, بالضبط هذا كلام صحيح وماذا عن جنيف؟ اه جنيف انا رايي اللي في تتحدث عن 22 طيف إيه مشارك في كنا عم نحكي هذا يمكن قبل المقابله نعم انه هي شيء مدهش كيف معارضه تذهب الى جنيف في محاصصه انه في 22 انا لا اتحدث عن المنصات الاخرى، اتحدث عن المعارضه الاساسيه اللي هي متمثله في الائتلاف الوطني وفي الهيئه العليا للمفاوضات انه كيف أنتم كمعارضة، لو معارضة تحترم حالها وتحترم تضحيات شعبها لا، ما بترضى انه يكون هذا مظهرها امام الشعب السوري، لا المعارضة عليها ان تجتمع وان تضع خطوط الحد الادنى في المفاوضات وان تضع الخطوط التفاوضية او على ايش القضايا هذا حتى يروح الوفد المفاوض واحد او اثنين او ثلاثة بالكثير يقولوا يتحدثوا باسم المعارضه مش 22 واحد يعني حتى من ناحيه عمليه كيف 22 واحد بدهم يفاوضوا بعدين 22 واحد رايح المشكله انه كل واحد بيعتبر حاله بيمثل طيف معين، هذا بيمثل الطائفه التركمانيه وهذا بيمثل الطائفه الكرديه، هذا بيمثل الطائفه السنيه، وهذا بيمثل العسكري، وهذا بيمثل السياسي، وهذا السياسي مش عارف ايش لونه، وهذا ما. هذا كلام يعني غير مسؤول وغير معقول ويجب تداركه. نعم لانه احنا وفد النظام مثلا من يوم ما بدات المفاوضات حتى الان هو واحد هو بشار الجعفري. بينما المعارضة للأسف في كل مرحلة تفاوضية في طائم مفاوضة مشكلة المعارضة. نعم. في يعني طائم مفاوض ديد وهذا أنا ما زلت ما عم بحكي عن المنصات الأخرى هذا عن الصراعات طبعا الداخلية طبعا إنه العسكر يعني يعني احنا اليوم مثلا المعارضه في عندها صار يعني بين مزدوجين انه ثلاث منصات، منصه الائتلاف، منصه الهيئه هيئه الهيئه للمفاوضات ومنصه العسكريين، طيب العسكريين كمان مختلفين انه فلان وفلان ولا فلان وفلان، الهيئه المفاوضات كمان مختلفين مين يجي، والائتلاف ما معقول كلام ما معقول استاذ مجد للاسف وقت البرنامج يعني انتهى او راح ينتهي سؤال اخير شو السيناريو الاقل سوءا اللي بتتصوره لسوريا يعني انا بظن انه المساله للاسف خرجت من ايد السوريين لازم يكون في نوع من مداخلات دوليه تضع حدا للقتل وللتهجير و تسمح بنوع من الانتقال السياسي في سوريا انت مع تدخل خارجي يعني انا عم <applause> بقول انه يعني احنا لا نتحدث عن تدخل لا. عسكري لانه الامر باعتقادي بعد هذا النظيف وبعد كل هذا القتل النظام انهك كل القوى منهكه وما في شيء يدعو للتفاؤل بتدخل خارجي يعني لا يوجد احد يعني في حال كان في مداخلات دولية أنا لا أتحدث عن تدخل عسكري لأنه لا يحتاج الأمر أصلا لتدخل عسكري كل القوى مستنزفة النظام ما عنده شيء النظام لولا روسيا وإيران هو منهك ومنتهي والفصائل إحنا بنعرف أنه ما عنده شيء لأنه بتأخذ بالأطارة على كل كم يوم على كل كم معركة بيأخذوا عدد معين من الطلقات أو كذا إذا الوضع اليوم مناسب لنوع من مداخلات دولية تقول انه يجب وقف القتال ووقف التهجير ووقف القصف ووقف كل شيء وانه يجب ان تبنى ان يعاد الاستقرار للسورية وحياه طبيعيه في ظل نظام سياسي يعني طبعا احنا هنا نتحدث عن ديمقراطيه كامله ولكن في ظل نظام سياسي اخر يراعي كل مصالح السوريين وكل السوريين نعم أستاذ بكل تنوعاتهم طبعا استاذ مجد كيالي الباحث والكاتب الفلسطيني شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء شكرا لاستضافتك لا لنا في اسطنبول مشاهد الكرام نلتقي الاسبوع المقبل شكرا لك وانا شرف فيكم كمان وفيك طبعا ديمه شكرا كثير لك <applause>